هبة عاطف كانت سفيرة البطولات. هبة اتخرجت من كلية الإعلام قسم إذاعة وتلفزيون بتقدير جيد جدا. هبة النهاردة موظفة بتشتغل مرشدة في متحف القوات الجوية. هبة ازيك؟ الحمد لله مصطفى، عامل ايه؟ منورانا. شكرا. أنا عايزك يا هبة تتخيلي إن إحنا كلنا زوار عندك في المتحف وتقولي لنا وتشرحي زي ما بتشرحي بالظبط. أول حاجة صباح الخير. صباح النور. صباح التفاؤل والأمل. أنا برحب بحضرتك يا سيادة الرئيس، بتمنى لك كل السعادة. أنا اللي متشكر يا هبة، وأنا اللي بتمنى لك كل السعادة. شكرا. أنا لازم أقف احتراما وفخر بكيس بلدي. احنا اللي نقف ليك يا هبة، اتفضلي استريحي. شكرا. اتفضلي يا هبة. قدام حضراتكم طيارة ميك 21، كانت بتعتبر واحدة من أهم الطيارات في قواتنا الجوية في حرب 73. اشتركت في الحرب الجوية الأولى ومعارك جوية كتيرة، منها معركة المنصورة الجوية يوم 14 أكتوبر اللي استمرت أكثر من 50 دقيقة، واجهنا فيها طيارات تفوقنا في الأعداد والإمكانيات، ولكن بإرادة ومهارة المقاتل المصري قدرنا ندمر 17 طيارة فانتوم، وباقي طيارات العدو فرت بالهروب من المعركة. وهنضيف دلوقتي حيتهم لطيارة فانتوم اللي أسقطناها بميك 21 عشان نثبت إنه مفيش مستحيل. اتفضل معايا. ما حصل معاكوا طبعا، مش هنسي طبعا. وكمان أنا حقيقي بشكرك يا رئيس إن حضرتك اديتنا الفرصة وخلت لنا صوت، وإن شاء الله كلنا وكل القانون باختلاف نتدخل عشان يكون لنا دور في ترفع في تنمية المجتمع وبناء الإنسان وحياة كريمة. إحنا قانون. شكرا يا رئيس. شكرا يا هبة. حابة أقول حاجة كمان. كمان. أنا بحب بلدي وبحبك بلدي وبحبك رئيس. وأنا كمان بحبكم جدا.